الدوره ال42 شايفاها ازاي والفعاليات والافلام؟ بس انا ما لحقتش اجي الافتتاح لان انا كنت بصور وجيت النهارده بالعافيه فعليا لان انا لسه برضو بصور. الامر المباشر لازم لا مش انا ما فيش امر في شغلتنا دي، انا خدت الاذن من شيرين عادل فالست تمام وجي من شريف. لا شريف ملوش دعوه، شريف ملوش دعوه، هو ممثل وانا ممثله، هو فاهم كويس قوي انه وارد ان انا ما اقدرش اقدر الظروف طبعا لانه غصب عنا فعلا. صوري ايه بقى؟ بصور في يوم وليلة مع أحمد رزق ونضال الشافعي وأيتن عامر وولاء شريف والأستاذ العظيم صلاح عبد الله وسوسن بدر، في مجموعة كبيرة من النجوم.